ورينا العجل فين يا عم العجل اللي دوشنا عليها؟ 5000 جنيه. الله اكبر عليك. الحمد لله ادعى اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ بعد بكام؟ مميزات ايه دي يا حاج محمد؟ ايه مميزات يا بيه؟ اسمها امريكانو 26 دبابه، ثبت قدام وفرشه مساعد، شلته من ورا سرعات، حاجه يعني اضعف. 5000 جنيه بعناها ب 5000 جنيه. ايه سميتها لمحمد صلاح؟ 5000 جنيه، وعندنا عجله محمد صلاح وعندنا جميع الاشكال كلها. ليه سميتهم كده بقى؟ هو ده اسمها، هي بتنزل عجله امريكانو اسمها امريكانو، والعجلة محمد صلاح اسمها عجلة محمد صلاح، لازم اسمها عجلة نيجر المصري. عندي عجلة نيجر مصري. ده المصري عندي ده؟ ده العجلة نيجر المصري. دي بكام دي؟ دي عاملة 2000 جنيه، دي سلك دوبل. ودي شغالة؟ دي شغالة يا باشا، سلك دوبل وحاجة يعني في عرض الله نظيفة. سلك دوبل من ورا كورس متغلف. حاجة شالتة؟ حاجة شالتة، عجلة بتدور 4 متغلف، عجلة برضه في عرض الله. والله انت هتكسرها ولا ايه؟ بالراحة عليها. هديها واحدة تاني بقى. ضرب السوق كله بفضل الله، محدش معانا. وعجلة مكة فين؟ عجلة مكة دي؟ ايوه عجلة مكة. ايه دي بكام دي يا حاج محمد؟ ب 2000 جنيه. ب 2000 جنيه بس؟ ب 2000 جنيه. ومحمد صلاح اشتراها المكة بنته؟ بس عندنا كل جميع اللي عايز يشتري عجلة بيجي عندي هنا في سوق الجمعة. ليه محمد بتاع سوق الجمعه؟ احنا هنا بنبيع سوق الجمعه، كل جمعه بنبيع بسعر الجمله لاي حد، للزبون وللتاجر والجمله. عندنا كام سنه يا عم محمد؟ نعم احنا هنا فاضل لي 30 سنه في السوق هنا ما شاء الله. ليه اسمه ليه سمعت؟ انت ارخص واحد بتبيع هنا في السوق. واحد الحمد لله زي ما انت شايف كده. طب ليه بتكسب من الحاجات دي بقى لما؟ طبعا ربنا بيرضينا، بنبيع بسعر قليل ونبيع كتير. الله يبارك لك الحمد لله. لا اتعصت العجل والله. احنا في سوق هنا بنبيع كاش وقت على طول. محمد الحاجه دي بتتباع بره بكام؟ خمسه بتتباع بسته، وبسته بتتباع بسبعه، وام اربعه بتتباع بخمسه. ليه انت مرخص طيب؟ انا عارف ان انا بدفع، معلش انا في السوق هنا ببيع كتير وبكسب قليل، عشان كده انا بقرب بالسعر. وربنا مرضيه. وربنا مرضينا والحمد لله. طب والعجل ده عليه ضمان يا حاج محمد؟ ضمان ربنا، بس احنا بنديله سنه ضمان على الشاسيه على الكادر. الكادر اللي هو ده بنديله ضمان سنه. اي حاجه في الكادر بيرجع للصاحبها تاني. لكن اي حاجه تانيه مستهلكه طبعا ما لهاش ضمان. ما ينفعش يبقى عليها ضمان. طبعا. محمد عجله محمد صلاح اتباعت بكام؟ اتباعت ب 1500 جنيه. ما ليه العجله ام 5000؟ عجله سلك دوبل وعجله سلك الوان وحاجه نظيفه. ودي العجله ام 5000 دي يا عم محمد؟ اتباعت ايه ام 5000 جنيه ماشي، ده لسه بايعينها الحمد لله. ومحمد صلاح ادالك 1500 مصري ولا بالدولار؟ لا بالمصري، ب 1000 جنيه مصري. ليه بس ده احنا مصريين مصر واحنا مصريين. تعالى قرب ناحيه العجله كده ورينا مميزاتها. ايه يا عم بس احنا الحمد لله قاعد ايه ساده من ورا كورت خلف وحاجه و... انت قلت بعتها بكام دي؟ ب 5000 جنيه. وعندنا بص احنا متعودين احنا بنخرجوا على الفرش. خد راح فين؟ عندنا تعالى اديك جوله هو على الفرش الثاني. بفضل الله احنا عندنا هنا 50 فرش واحد. في عجل ايه بقى؟ فين عجله شاديه؟ اتباعت عبد الحليم. اتباعت امتى عجله شادي وعبد الحليم دي؟ وريني بقى. يلا يا ابني يلا يا ابني. جنيه دي بس دي؟ تكسر فيهم يا معلم. الصغير والكبير معلم. الصغيره دي بكام؟ جنيه انزل بكام يا معلم؟ مره ثانيه انزل بيها. كسرها خالد كسرها. يا معلم دي مره بتتباع بكام يا عم محمد؟ 300 جنيه عجله جديده. ايه دي بتاعت بنت محمد صلاح الصغيره؟ سن من سن سنه لسن 4 سنين. وعندنا حاجه في الفجر اهو، حاجه بنات وصبيان. دي بنات حاجه ايه بالصلاه على النبي. ايه على الله اكبر. بكام دي بقى قلت لي انت؟ بكام؟ بنبيعها ب 1800 جنيه. 1800 1800 اقل واحد انت في السوق هنا يا عم محمد. اقل واحد احنا بس. هات العجله البنك دي. ايه يا باشا ايه 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 يا باشا ايه يا باشا. الله اكبر. ماشي ماشي يا عم محمد. استاذنكم معلش بقى عشان ماشي يا عم محمد اتفضل ارجوك احنا عارفينك عارفينك. لا يبارك لك يا عم محمد. مشاهدينا متابعينا ابو كبير ميديا في كل مكان، النهارده من عند مع عم محمد بتاع العجل، بيبيع ارخص عجل هنا في سوق الجمعه، وبيبيع لمحمد صلاح، وبنت محمد صلاح جيت ومسكت العجله وقالت عايزه دي يا بابا. ف...
فعم محمد اداها لها ب 1500 جنيه بس وبالمصري مش بالدولار. زي ما انتم شايفين كده العجل، كل انواع العجل عند عم محمد، كل الانواع. وعنده العجل السباق دي، عجلة سبع غيارات. وعنده كل العجل الفترات العمرية، عجل شباب، عجل أطفال، عجل صغيرين. فزي ما انتوا شايفين كده عم محمد في السوق الناس كلها بتحبه، وبيبيع أرخص أرخص أسعار في السوق. الله أكبر الله أكبر. يا أختي اللي صلى على النبي، اللهم صل على النبي، صل على النبي اكسب. ما عندكش عجل جديد؟ عندي جديد وقديم وكله. مفيش حد من الفنانين جاي يشتري منك حاجة؟ يا باشا احنا بيجينا أجانب وجينا فنانين بيشتروا من عندنا. مين الفنانين اللي جاي؟ والله العظيم أنا بأمانة مش فاكر، بس من زمان جالي أجانب وفنانين بيجوا يشتروا من عندنا. يعني أنت مشهور هنا في سوق الجمعة يا عم محمد؟ من 30 سنة مشهورين. ليك 30 سنة في الشغلانة دي؟ انت بتاع الغلابة يا عم محمد. احنا بتاع الغلابة، بنراضي الغلابة وربنا بيراضينا وبيراضي الكل. ونصلي على النبي اكسب، ونصلي على النبي اكسب. ربنا يخليك لسوق الجمعة يا عم محمد. الحمد لله يا باشا. وقطع الغيار دي يا عم محمد بتاعت العجلة دي؟ قطع غيار، كل ده قطع غيار. دي حاجات جديدة ولا قديمة مستعملة؟ جيبها بالعجل. دي بكام يا عم محمد؟ ب 40 جنيه. بس كده 30 جنيه. اسعارك كلها رخيصه يا عم محمد. كل حاجه بتبيع التروسيكل ده يا عم محمد؟ التروسيكل ده بتحمل مش للبيع يعني؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي. بنورد الله للبيع، بنورد الله، بنورد الله. واللي صلى على النبي اكسب، صلى على النبي اكسب. احنا النهارده بفضل الله بنقلب السوق، احنا بنقلب السوق كله بنورد الله. ايه ده؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تاني بقى ارفعها ارفعها، ارفع 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 يا عم، ارفع يا عم محمد، ارفع يا عم محمد، ارفع. بكام دي يا عم محمد؟ بكام دي؟ 700 جنيه بس، 700 بس. أعزائي المشاهدين، مشاهدين ومتابعين أبو كبير في كل مكان، دي كان لايفنا مع عم محمد، أشهر بياع عجل في سوق الجمعة وأرخص واحد، وبيورد العجل للفنانين وللأجانب وكل الناس. ومحمد صلاح جه يشتري منه عجل البنت مكة. وهنا وده كان لايفنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع لايف جديد إن شاء الله.